Uh, i need والابن والروح القدس الاله واحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين يوم الاربعاء وليله الخميس الكبير من الباسخه المقدسه ربنا يسوع مخلصنا الصالح قضى هذا اليوم يوم الاربعاء في بيت عنيا في تعليم تلاميذه وتطمينهم انه مش هيتخلى عنهم وقصد الرب يسوع ان هو يكون في وحده وانفراد إشارة إلى خروف الفصح أنه كان يستريح قبل ذبحه في اليوم المعد له فربنا قضى يوم الثلاث تلات البسخة في التعليم في الهيكل ورجع بيت عنيا وكان في نيته أنه هو ما يرجعش الهيكل تاني وقراءات يوم الأربع وليلة الخميس ركزت على أمرين مهمين وشخصين مهمين أم الأمر الأول هو تشاور اليهود على قتل ربنا يسوع المسيح وذهاب يهوذا عشان يتفق معهم على تسليم يسوع مقابل 30 من الفضة اللي هو تمن عبد في ذلك اليوم وفي أحد الكتب مكتوب أن 30 من الفضة تساوي 330 سنت 330 قرش ودي موجودة في إنجيل الساعة الثالثة من يوم الأربع وفي نفس اليوم أيضا ركزت القراءات والأناجيل على حادثة مهمة جدا وهي سكب الطيب على قدمي الرب يسوع وعلى رأسه من مريم ومريم أخت العازر وإن كانت يعني واحدة تانية أو نفس الامرأة في أناجيل الساعة السادسة والتاسعة في من يوم الأربع فالكنيسة بتحط أمامنا النهاردة وفي هذا الأسبوع العظيم وهذا الأسبوع المهم جدا في حياة الكنيسة وفي حياة ربنا يسوع المسيح وفي حياتنا كلنا مثل لكثير من الحب والترك والعطاء للرب يسوع مقابل مثل لعدم الحب والخيانة وعدم الوفاء واللي أنا عايز أركز عليه معاكم النهاردة وإحنا كده بنسرد سريعا قراءات ونبوات يوم الأربع وليلة الخميس كيف نقابل عمل الله في حياتنا إزاي إحنا بنقابل عمل ربنا في حياتنا هل بنرد هذا العمل بالحب وبالترك أن احنا بندي لربنا كل ما عندنا زي ما حملت المرأة ولا احنا بنقابل هذا العمل ونقابل هذا الحب بالخيانة والترك والنظر إلى أمور أخرى بس أول حاجة عايزين نعرف ما هو عمل الله في حياتنا إيه هو عمل ربنا في حياتنا في نبوة الساعة التاسعة من يوم الأربع في أول ذكر لحادثة دهن قدمي يسوع راتبت الكنيسة إن هي تذكرنا بقصة عبور بني إسرائيل العبور العظيم من أرض العبودية إلى أرض سيناء وإنقاذهم من يد فرعون لو قريتوا النبوة ديت من سفر الخروج هتشوفوا قد إيه عمل ربنا عظيم قد إيه ربنا قال لموسى إضرب البحر فانشق البحر وصار البحر مثل صور على اليمين وعلى اليسار وظهرت اليابسة فعد بنو إسرائيل وربنا استنى لحد ما كل طفل وكل مواشي وكل صغير وكبير عدى البحر الأحمر وبعد كده لما نزل فرعون ومركباته رجع تاني البحر فغرق كل فرعون ومركباته وكم مرة ينقذنا الله من إبليس كم مرة ينقذنا من ضيقات كثيرة في حياتنا وكيف نقابل نحن عمل الله في حياتنا أيضاً بنشوف ضرب الصخرة في نبوة الساعة الأولى من يوم الأربع زي لما خرج بني إسرائيل في البرية وكانوا يتزمروا لموسى ولهارون ليه ربنا اخرجنا؟ هل عشان يومتنا؟ ما احنا كنا قاعدين بناكل ونشرب في ارض مصر. فربنا راح صلى وطلب من موسى راح طل راح صلى وطلب من ربنا فقال له اضرب الصخره وخرجت الميه فشرب وارتوى شعب بني اسرائيل. الله يسقينا ويروينا من حبه دائما. نبوه الساعه التالته من يوم الاربع الله كان يسير أمام شعب بني إسرائيل نهارا وليلا يضيء لهم الطريق ويعرفهم يروحوا فين وأيضا معانا إحنا كل يوم ربنا لا يتركنا تائهين بل يرسل لنا ناس وقادة والكنيسة وكلمة ربنا وخبرات روحية تقودنا في طريق البر من محبته لنا عشان يخلصنا وفي نبوة الساعة السادسة زي ما قلت لكم هي شق البحر وعبور بني اسرائيل في وسط البحر ومات العدو وصار الماء مثل سور. انقذهم وخلصهم مشوا على اليابسه في وسط البحر. يعني عمل ربنا معاهم كان عمل عظيم جدا. وفي نبوه الساعه التاسعه معجزه اخراج ميه من صخره تانيه في جبل سيناء. الاولى كانت في منطقه اسمها رفازين والمنطقة وال 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 والمعجزة الثانية في جبل سيناء عشان كده الواحد لما يشوف ويسمع ويقرا عمل ربنا مع بني اسرائيل وعمل ربنا معانا احنا في كل يوم يقول كيف نقابل هذا الحب وهذا العمل العظيم من ربنا لينا في انسان يقدم حب خالص صادق زي ما قدمت كده هذه المرأة طيب ناردين خالص كثير الثمن كان عمل داخلي كان عمل من القلب خالص وما كانتش عايزه اي مقابل وفي انسان يتذمر ويشتكي وكمان يروح لالهه اخرى فكان بنو اسرائيل من النوع اللي كانوا بيتذمروا وكانوا بيشتكوا على موسى وهارون وهكذا يهوذا تذمر على المراه الخاطئه وقال لماذا لم يبع هذا الطيب ويعطى للفقراء ويهوذا ذهب الى وراء الهه اخرى اللي هي المال ومحبه المال فعمل المسيح معنا هو عمل عظيم هو افتدانا من اللعنه افتدانا من الخطيه وعبر بينا بصليبه وموته وقيامته من ارض العبوديه وسلطان الموت الى حريه مجد اولاد الله فتح لنا باب الفردوس اهلنا ان نكون اولاده ونشترك معه في المجد فاقل حاجه ان احنا نحبه لانه احبنا اولا زي ما بيقول القديس يوحنا في رسالته عشان كده الكنيسه بتضع امامنا الحدثين المهمين دول عشان الانسان يقيس قلبه عليهم المراه ساكبه الطيب نرى احاسيس ومشاعر حب نرى حب صادق ومخلص للرب يسوع محبه ربنا بلا مقابل فلو كانت محبه ربنا في قلوبنا تنبع من متعه في شخص الرب يسوع هي المفروض تكون كده وليس لاي لاي غرض اخر وهذا الحب هو حب يقود الانسان ان هو يقدم كل ما عنده ويحسبه لا شيء لاجل الفوز بمحبة المسيح. ممكن الانسان يحب لاجل طلب مديح الناس ولكن هذه المرأة بتعلمنا ازاي الانسان يحب من قلب حتى لو كانت الناس اختازت فالمرأة ديت لم تفوز بمحبة الناس وبمديح الناس ولكن فازت بغيظ الناس ولكن الأهم من ده كله هذه المرأة فازت بمحبة ربنا اكتسبت رضا الله وتطويب وحسبها إنها كفنته ودفنته وده شيء مكرم جدا ممكن إحنا ما كنش نعرف اسم المرأة اللي سكبت الطيب إذا كانت مريم هي نفس المرأة اللي سكبت الطيب على رأسه وعلى رجليه ولا يعني اتنين مختلفين ولكن في احد الاناجيل مش مش مذكور مين هي المراه اللي اللي دهنت راس او سكبت الطيب على راس المسيح في بيت سمعان الأبرس فلو احنا مش عارفين اسمها ولكن محبتها هي اللي فاضله معاها وهذا الحب هو حب ناضج هو حب ما بيجيش ما بين يوم وليله ولكن حب بينمو مع الانسان في عشرته مع ربنا. فالمرأة ديت من محبتها لربنا بدأت إن هي تجمع كل ما عندها وتجمع وتخزن وتشتري أغلى شيء تقدمه لله وفيه كل مشاعر المحبة. فالله يزين كل خدمة وتقدمة أو الله بيوزن كل خدمة وتقدمة بميزان المحبة الله ما يهموش عظمة العطية أو عظمة أو مقدار الخدمة ولكن اللي بيهمه أكتر هو صدق المحبة اللي بتقدم بيها هذه الخدمة وتقدم بيها هذه العطية عشان كده ربنا مدح المرأة اللي إدت فلسين في الهيكل أكتر من كل الناس الأغنياء اللي أعطوا من فضلاتهم قال لأن هذه المرأة أعطت بقلبها وأعطت, من أعوازها لم تعطي من فضلاتها والمثل الآخر هو يهوذا اللي قدم للمسيح خيانة والكنيسة بتدين خيانة يهوذا عشان كده في الساعة الثالثة في ذكرى أو في الإنجيل اللي ذكر فيه خيانة يهوذا رتبت الكنيسة إن إحنا نصلي أو ننشد لحن اسمه أفيتشينون أو كلامه أليا من الدهل وهو نصال وده تعبير عن رياء يهوذا وخطية يهوذا وعمله أنه كان قريب من المسيح وكان يبدو أنه هو بيحبه وقبله وقعد معاه ولكن هو نصال أي أنه هو زي حد السيف فهو الأرشد الرومان واليهود أن هم يقبضوا على المسيح وهو نفس اللحن اللي الكنيسة حطته وننشد به من أعظم ألحان الكنيسة وأعظم مزامير البسخة هو كرسيكا يا الله إلى ظهر الدهور اللي بترتله الكنيسة في الساعة الحداشر من يوم الثلاث وبترتله في آخر مزمور في الجمعة العظيمة في الساعة الثانية عشر من يوم الجمعة فالمسيح فيهوذا في قدم للمسيح خيانة قدم له حب مزيف لأنه كان عايز فلوس وكان في قلبه محبة المال الخطية ومحبة المال تجلب على الإنسان الفقر والخراب عشان كده الكتاب المقدس وصف يهوذا وبيت يهوذا وبيقول لتصر لتصر تراه خرابا والكنيسة أيضا رتبت باكر يوم خميس العهد باكر يوم خميس العهد اللي هي بتبقى بدري دي بتبقى ساعة طويلة شوية around two hours لأن فيها بنقرا الإبراكسيس اللي بي بي بيدين عمل يهوذا وبن وبنرتل نفس المزمور أفيتشينون نون مرة تانية والإبراكسيس لمقدمه طويله اسمها مقدمه الابراكسيس وبنرفع البخور عشان نجهز نفسنا للقان ولسر الافخارستيه اللي ربنا اسسه في هذا اليوم فالكنيسه حطت لنا الجزء ده في باكر عشان قبل ما نخش لغسيل ارجلنا وقبل ما نخش الى الافخارستيه نكون تذكرنا وطهرنا انفسنا وقلوبنا وعقلنا من الخيانه من خيانه يهوذا فالخطيه تجلب الفار والخراب والطامع فيها بيفضح نفسه فيهوذا اخذ دينونه بدلا من التطويب وبمشوره شريره سلم الرب يسوع المرأه المحبه بعطيتها الصادقه نالت مرتبه عاليه ويكرز بحبها في الانجيل ويهوذا هبط الى الجحيم بالفضه وبمحبته لها وللمال وهنا الواحد يسال نفسه ماذا اقدم للرب جزاء كل اعماله العظيمه معايا هل انا ساكب طيب ناردين خالص كثير التمن رائحته جميله تملأ المكان وتملأ أي مكان أنا أكون فيه بالمحبة وبالريحة الزكية زي ما علمنا قديس بولس أم أنا أسكب خيانة وكمبليننج وتذمر و... وتعب وجري وراء لها أخرى وكل الأمور الدنيوية ماذا اقدم للرب جزاء كل اعماله العظيمه معايا طب ما ممكن الواحد ينسى اللي ربنا بيعمله معاه يعني النهارده البسخه فكرتنا بعمل ربنا مع بني اسرائيل قالت لنا وقريت لنا من سفر الخروج ومن سفر العدد عشان كده الواحد لو نسي الإنجيل والصلوات تساعدني ان انا افتكر عمل ربنا معايا ودي من الحاجات المهمه جدا ومن الحاجات الجميله جدا في ازاي الواحد لما يستمر في قراءه الانجيل يفتكر ودايما تكون حاضره في ذهنه عمل ربنا معاه ويقول الصلوات والمزامير والانجيل دايما في رب دايما يفكره قد ايه عمل ربنا قد ايه وعود ربنا قد ايه ربنا عظيم لما الواحد يصلي المزامير مثلا يفتكر مزمور 102 أو 103 باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل وكل إحساناته الذي يخرج من الحفرة حياتك الذي يغفر جميع آثامك الواحد لو ركز واستمر في الصلاة وفي قراية الإنجيل هتكون هذه الأمور حاضرة في ذهنه هيكون عمل ربنا حاضر في ذهنه هيقدر إن هو محبة ربنا تزيد في قلبه إنما الواحد اللي بيبعد عن وصائة النعمة وعن قراية الإنجيل وعن المزامير وعن الصلاة وعن الأسرار تبرد محبة ربنا في قلبه تبرد محبة ربنا في قلبه ويلاقي في حياته في فتور ويلاقي في حياته بعد عن ربنا عشان كده النهاردة وإحنا بنتذكر الحادثتين المهمين دول وبنفتكر عمل ربنا معانا نقول له يا رب اجعلنا كلنا كالمرأة التي سكبت الطيب على رأسك وعلى رجلك حرك يا رب قلوبنا لنمسك بقرورة طيب الحب ونسكبه على رأسك فنستحق ان احنا نفرح قلبك بالحب والوفاء ونستحق ان احنا نشترك في تكفينك ونقوم معك في قيامتك ونفرح بك وتفرح بعملنا ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين